Assalamualaikum ya asdiqai, كيف حالكم في هذا الصباح؟ لعلكم في صحة والعافية. أنا الحمد لله بخير. الآن أنا في كيف نقول المسبح. نعم المسبح، لكن لا أعرف كيف السباحة. ما شاء الله ما زلت في ترنغانو، حين أعمل هنا. وإن شاء الله بعد قليل سأذهب إلى المطعم. المطعم مشهور هنا، نسي دقاء تفتل. وثم ذهبت إلى فاسابايام سوق. فاسابايام على كل حال بارك الله فيك. هيا بنا نحن سبها يسبحوا نسبحوا. هيا بنا